ساعدتني والله صراحه عليك. عايش. شعوري بقى انه صغيره كده. اني بقى احلى بيبقى في نقطه جنب خياشيم صح يا عمو؟ لا في نقطه هي دي. هو انا اعرفه من نقطته اللي فاتت. ايوه والزعانه فينا كبيره شويه مشدود ده شعور ما شاء الله. عاش فين ما شاء الله بس عاش لينا كده 100 100. فيري جود فيري جود بس كده بس ثانكس. بس خد بالك كده انا هعملك توم. صح. والسنون ده الوش ده جديد. ونعم الاب السنارة بتاعت ميه. الوش ده جديد اصلا عملوا له وقالوا خد سن صغير عشان الله ما شاء الله. لا سن صغير لسه بيقولوا الصوت جامد. يس بعد كده انت هتعملها بالقماشة عارفين ايه فين الشبكة تكبري خد هنا عايز صورها كده بقص حتة كده التوم بس يا صاحبي هتشيل التوم عشان تكون جنبك مش كل شوية تروح تاني. بابا فين الطعم؟ بص بص طيب الراحة يا ضلع كويس؟ يا مشبوكة ايه؟ شيل اللي تحت تعض كده. طب الراحة امسكها منين؟ لا هي لازم تمسكها من الخياشيم كده كده. امسك كده انت صورنا بقى انت مش مشكله.